السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اسعد صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مجبور بخاطركم، كل سنة وانتم في سعادة وهنا وراحة بال وطمأنينة وسكينة. سنة جديدة سعيدة تيجي في الخير ان شاء الله، وتكون سنة جبر بخاطرنا كلنا يا رب العالمين ان شاء الله. هنعمل مع بعض كيك حلو قوي، نعمله كده لاولادنا، نحتفل كده بسنة جديدة سعيدة ونعملها ونفرحهم بيها. هنعمل كيك اقتصادي بديل الجاتو، بدل ما تشتري جاتو من بره. شوفي دلوقتي دست الجاتو بقت بكام والاسعار ولعت نار. فهنعمل كل حاجة في البيت وبطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعم ولا اروع. في الخلاط هنحط كوباية لبن، كوباية من الزيت، كوباية من السكر، الحبيبات الناعمة مش بودرة ومش حبيبات خشنة قوي. تمام. زيت اي زيت، عباد زيت دورة اللي عندك اشتغلي بيه. واحط كده باكت من الفانيليا للتطعيم. يبقى حطيت ايه؟ كوب من السكر، كوباية لبن، كوباية زيت، كيس فانيليا، وهحط 3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني اللي هو الغير محلى، الكاكاو غير المحلى. ماشي زي الفل. انا بوريك هو الكاكاو اللي انا بستخدمه، بحب استخدم الكاكاو الاسباني بصراحه، بيبقى غني جدا واكنك عامله الشوكولاته الكيك بالشوكولاته فعلا، بالشوكولاته الخام القطع، واحنا مش حاطين فيها ولا قطعه شوكولاته، بيبقى حلو جدا والولاد بصراحه بيحبوه قوي. هضربه بقى في الخلاط لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه زي ما انتم شايفين كده. ممكن تضيفي باكت كده من كيس اللي هو النسكافيه بالبندق، او لو عندك حبيبات بندق او ليا بندق مكسرات البندق دي محمص، اطحنيها كويس وحطي 2 3 معالق كده في قلب الخليط ده واضربيه في الخلاط، هيطلع معاكي نوتيلا ولا اروع. تمام كده. تمام، خدت كوباية احطها في التلاجة وهخلي باقي الخليط زي ما هو، احط عليه 2 بيضة وكيسين من الفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل، بيدي طراوة حلوة للكيك وهشاشة وحاجة كده بتبقى حلوة جدا. وهضربهم كويس جدا جدا. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، زين بيقول لكم حطوا لايك للفيديو وتعملوا الفيديو بلايك والشير مع اصحابكم عشان ناس كتير تشوف القناه وتعرف هو اكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. و الفيديو هيعجبكم فحطوا لايك. اهو كده بحط الخل، اضرب بقى كويس. البوله دي فيها كوبايه وربع من الدقيق، وحط معاها رشة ملح، وحط معاها بيكنج باودر كيس سليم زي ما هو، او انا بحب استخدم الكيك شيف. اهو الخليط اتضرب كويس جدا، هضيفه بقى على الدقيق اللي في البولة، كوباية وربع. المقدار مظبوط جدا جدا، الكيك هيطلع تحفة لو عملتي بنفس المقدار وتوحدي الكوباية اللي هتعايري بيها، كل حاجة تعايري بنفس الكوباية عشان ما يبقاش كوباية كبيرة كوباية صغيرة، المقادير هتختلف، حاجة هتظبط حاجة مش هتظبط. فمنعا لكل المشاكل دي، احنا بنشوف كتير جدا وكتير وبكتير بيسألوا على الكيك مش نفعت معانا، الكيك ما نجحتش معانا، عملت المقدار اللي انتوا قلتوا عليه ما بتنفعش، انتوا ما بتوحدوش المعيار، ما بتوحدوش الكوبايات اللي بتستخدموها. ممكن يكون عيب في الفرن، ممكن يكون البيكنج باودر صلحته مش انتهت، بايظ الكيك مش بينجح. فبصي الحاجات اللي دي كلها هتلاقي دي كلها من ضمن العوامل بتنجح الكيك. كمان عامل مهم جدا التسويه، الفرن كل واحده عارفه فرنها بيساوي الكيك في قد ايه، ما افتحش الفرن قبل المده صح. انا عندي مثلا انا كسالي الفرن بتاعي نص ساعه بالظبط، 30 دقيقه بفتح اختبر الكيك بتطلع قشطه، خلاص انا عرفت الفرن بتاعي بيتعمل ازاي واسوي فيه الكيك ازاي. واكيد انتوا بتشوفوا الكيكات اللي انا ببقى عاملاها معاكم على القناه. ف حاولي تظبطي الفرن بتاعك، حاولي تتبعي التعليمات اللي بنقول عليها، صغيره مهما كانت صغيره بس بتفرق جدا جدا. معلقه الخل دي بتبقى حلوه قوي 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 في الكيك، بتخليه طري، بيحافظ على طراوته كده وبيبقى هش وجميل جدا. ان شاء الله تعملوها تعجبكم وهتنجح معاكم، وجربي مره واتنين ما تشيليش هم اي حاجه ان شاء الله هتنجح. بردت قلبتها، فدي طبعا اصابات للمكان نتيجة القلب والكلام ده كله. هشه جدا وجميله. هجيب بقى بردت، مش هحط الصوص عليها وهي سخنه، هتتشرب الصوص وهتبقى طريه وجوسي وكل حاجه، بس مش هيبقى عليها طبقه، مش هيبقى موجود عليها، هي هتتشربه. فهديكي ده للكيك هتلاقيه غني وجوسي وكل حاجه بس مفيش طبقه من عليه. دي ممكن تعمليها بقى للطواجن السادة اللي هي بتبقى سخنه اللي بتتعمل في قوالب الفخار، عارفينها؟
بس دي احنا هنعملها كده، الاولاد هياخدوها قطع كده في الاطباق زي الايه اكن احنا شارينها من بره. هحط بقى كوبايه فضيت عليها وبسويها كويس جدا جدا على وش الكيك كده كله، يبقى كله عليه صوص. عندك بقى مكسرات مطحونه حطي عليه حبه، عندك جوز هند، عندك اللي هو الفورماسيل، عندك الشوكليت شيبس حطي، العبي بقى في التزويق زي ما انت عاوزه، ادي ميلودك زي ما انت عايزه. عندك فراوله قطعيها كده انصاف وحطي عليها، بتبقى حلوه قوي قوي. بصوا طرات الكيك وانا بقطعها، والله العظيم جه جامد، يستاهل لايك. حطوا بقى لايك وادعموا الفيديو باللايك والشير مع اصحابكم. لو مش عاملين اشتراك للقناه اعملوا اشتراك لسهل وبسيط مع سالي سعيد، خلي العيله تكبر بيكم ومعاكم كده، والقناه تكبر معاكم ان شاء الله. بحبكم جدا 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 في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وحطوا لايك. سنه سعيده عليكم، مليانه خير وبركه ان شاء الله، وحب وتفاؤل ومسامحه، يا رب يجي على سنه جبر خاطر لينا كلنا ان شاء الله. بحبكم جدا جدا، ودعوه بقى من قلبكم، باي باي.